أي الحكمة؟ أكبر مناطق الظل ببلدية تندوف أعطيت إشارة انطلاق جملة من المشاريع على غرار تعبيد الطرقات واستكمال مشروع الإنارات العمومية، الأمر الذي ثمنه ساكنة الحي. التغطية هذه نتاع الزفت اللي الحمد لله دخلت الأحياء الحكمة، لأنهم الحمد لله ربطتنا الحمد لله مع الدشرة وفي نفس الوقت مع الخط الرئيسي نتاع الحي، لكن الحي مازال صح خاصه مرافق وخاصه ياسر من النقاط، لكن شكر السيد الوالي لأنه من نهار اللي جاء لباس نسبة كبيرة من الأشغال انطلقت. انطلاق الحملة النظافية في الولاية وما هي إلا استكمال للترابط ما بين المجتمع المدني والسلطات الولاية. تعبيد الطرقات هذه ماشي الحي الحكمة في طريق إنجاز الحق، واللي من الأحياء الراقية ونثمنون هذه المبادرة. بينما أكدت السلطات الولائية مرافقة انشغالات مواطني هذا الحي بتلبية جميع متطلباته الضرورية. أشغال يعني تاع الربط بالشبكات، المياه الصالحة للشرب، المياه الصرف الصحي، الإنارة العمومية، واليوم أعطينا الانطلاقة تاع تصفية الطرقات، واليوم نقولوا أنه بدينا نوصلوا للأهداف تاعنا. لتعطى إشارة انطلاق حملة النظافة وعملية تعقيم الحي والمؤسسات التربوية.